أوروسكوب مع داليا. صباح الخير وبوم ماتا لكل مستمعينا، مستمعي إذاعة الشرق الأوسط ل 1450 AM. شو مخبلنا الفلك لليوم؟ خلينا نتعرف سوا. برج الحمل، بتشدك الأوساط النافذة والمراكز العالية، وبتنشغل بتسوية مالية بتخليك تضطر للتكيف مع الأوضاع اللي حولك. يا عمي حج قاعد وليكك إجر على إجر، حط إيدك مع الشريك وساعده لا يقدر يقعد بجنبك هو كمان. برج الثور، وأخيرا بتهدى الوتيرة وبخف الضغط وبترتاح وبتحمي ممتلكاتك من المحتلين. انتبه من عيون الحساد، تشعر ببعض الانزعاج بسبب أزمة عائلية، ولكن صدقني ما في أحلى من الحوار، تليفون صغير بحل الأمور بمعظم الأحيان. برج الجوزاء، إلك فترة عم تشتغل دون توقف، الحمد لله وكتر خير الله والله يبعت الشغل، ولكن انتبه بنفس الوقت على صحتك، شبيك لبيك عبدك بين إيديك. إيه مش أنا اللي عم قلك هيك، هيدا حبيب القلب وحديث الشريك اليوم، فما تضيع الفرصة عليك، طلب وتمنى. برج السرطان، المناخ ملائم تماما لتطلعاتك وبينسجم مع طبيعتك وحتى أفكارك، تحرك بسرعة يا صديقي وخلي الثقة عنوان خطواتك المقبلة، بادر لمصالحة الشريك إذا كنت على خطأ أو حتى ما كنت، لأنه بالحالتين الوقت الحلو عم بضيع عليكم تنيناتكم. برج الأسد، باكر لعملك قبل ما يداهمك الوقت، لأنه بتكتر زياراتك اليوم اتصالاتك وبتهتم بمسألة هامة. بيقول المثل بعود عن الشر وغنيله، وأنا بدي أقول لك بعود عن الزعل وغنيله وعيش حياتك مع حبيب القلب بكل رقة وهدوء. برج العذراء، أنت سريع فعال ونشيط وما شاء الله عنك ملحق على كل شيء، ما فيني أقول لك إلا شابوبا، بيرتاح قلبك وبتطمن خواطرك وبتهتم بإزالة كل القواسم المشتركة بينك وبين حبيب القلب. برج الميزان، بتناقش بمواضيع دقيقة وشائكة وبتتمتع بالقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك، وبتكون الموضوعية هي الأساس. يوم عاطفي دافي بتعيش فيه على الإحساس العواطف والحب، إن شاء الله كل أيامك وسنينك دافي. برج العقرب، بتعيش يوم مليء بالحظ وحافل بالإيجابيات، شرط إنك تتحلى بالصبر وانتقاء الأفضل لوضعك، ما تخلي أسلوب التحدي يكون الأسلوب اللي بتتبعه مع الشريك، فأنتوا الاثنين بتكملوا بعض والحياة أخذوا عطا ومش كبرياء وتحدي. برج القوس، تكتر مسؤولياتك وبتشعر بالتعب، عليك بتنسيق واجباتك وتحديد الأولويات لتبقى مرتاح قدر المستطاع، بتزول الأجواء المتوترة وبحل محلها ظروف رومانسية، انفراج ملموس ومناسب لإعادة المياه لمجرية، خليك هيك عم تضحك. برج الجدي، خفف مصاريفك وانتبه على مدفوعاتك وما تخلي ديونك تزيد، حط كل الأمور تحت السيطرة. بتشير دلائل الفلك ليوم مناسب جدا للارتباط، فجهز حالك إذا كنت عازب أو حتى إذا كنت مرتبط، فالخطبة والزواج رح يدقوا على بيبك. برج الدلو، انت بطبعك ما بتيأس وبتفابر، لهالسبب كرر المحاولة وما تنام على الحرير قبل تصحيح الأوضاع، دافع عن حقك واشرح وجهة نظرك للشريك، أو إذا حابب تستخدم أسلوب الغنج فما إلك إلا أمسية مميزة على ضوء الشموع وبتخبر الشريك. برج الحوت، انتبه أيها الحوت، فاليوم بتنوضع المسائل الشخصية تحت المجهر، حاول إبعادها قدر المستطاع عن دائرة عملك. بتعصف بعض الرياح الشتوية بعلاقتك العاطفية، وكأنه في نقطة ما عم تقدروا تتخطوها أنتوا الاثنين، تذكر أنه العودة للماضي ما بتجيب إلا وجع الراس. هيك منكون وصلنا سوا لختام فقرتنا لليوم، أنا بدي أعطيكم موعد جديد من التنين للجمعة بتمام الساعة 9:15. كانت معكم داليا من وراء الميكرو، باي باي. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.